طيب خلونا بقى ناخد فكره كده سريعا جدا عن حاله الطقس ودرجات الحراره ونرجع بعدها نكمل بس قبل ما نروح وكلام. ثانيه واحده مش حضرتك كنت قايل ان النهارده في مطر ورعد وبرق وحاجات غريبه كده؟ بجيب حاجه من عند يعني يا ست الناس انا قلت وحياتك عندي ما بقالي يومين بسمع على موضوع انخفاض درجات الحراره ده انا خدت توجيهات بان انا اتقل بقى وحقنا ننزل بالشتوي وحاجات زي كده والله وفرحت فرحه حقنا ننزل بسين مش بالشتوي بس كله جاي كله جاي احنا خلاص في اواخر 10 سنه وانت طيب